شك أن مؤتمر اليوم الذي عقد اليوم أحاط بكل نقاط التحكيم، ولا يجب أن يبقى التحكيم مقتصراً على أنه كلمة. وكان التحكيم بمفهومه السابق هو وساطة، التحكيم أصبح قضاء عصري عميق مهم، وفيه تتلاقى الثقافات الدولية على صعيد التحكيم الدولي. الثقافات الدولية أصبح ملتقى الثقافات الدولية، ولكن الأهم أن التحكيم يجب أن يعطى قدراً كبيراً من الدراسة والتعمق، لأن التحكيم بدأ يدخل في المشاريع الكبرى بين الدول. ثم أن يونيسترال مثلاً أدخلت تعديلات جديدة، فتحت أبواب تحتم على أن ينهض رجال الفكر القانوني، ولا سيما في البلاد العربية ومصر. مصر دائماً بنقول أم الدنيا، أن ينهضوا إلى الفكر القانوني العلمي الصحيح، ويتفرغوا تفرغاً تاماً لعلم القانون التحكيمي، لكي يتمكن التحكيم من أداء دوره في إعطاء عدالة صحيحة. إن حضور هذه المؤتمرات هو الذي يغذي عند المتعاملين بالتحكيم النزعات القانونية الفكرية القادرة على أن تفتح للتحكيم أبواب العدالة الصحيحة، لأن التحكيم إذا بقي غير قادر على أن يتطور تطوراً سريعاً وفعالاً في الأوقات القريبة فإنه سيفقد دوره. التحكيم أمام تحدي كبير اليوم، وإذا لم ينهض رجال القانون إلى تفرغ تام في الفكر القانوني التحكيمي فإنه سيضيع الفرصة التي هي فرصة عالمية دولية من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي.